مستمعونا الافاضل، نجدد اللقاء بكم مره اخرى مع هذه التحديات وهذه المنافسات الحاضره في هذا الصباح لتنطلق اثاره جديده من اثارات المهرجان وهذه الانطلاقات الحاضره هنا مع السنه اللي جايه. وهذه الانطلاقات تجمل شوطنا الثالث الذي اعلنت انطلاقتي في هذه اللحظات والمخصص للقعدان المحليات الاصاي للسنه اللي جايه لمسافة الأربعة كيلومترات. هي الرحلة المنطلقة مع هذه الأسماء وهذه الشعارات الباحثة عن الناموس وعن الانتصار، فنتمنى التوفيق دائما لجميع المشاركين. نتابع المركز الأول، شاهين من ينطلق مع المركز الأول، حمد بن حمود بن حمد الاكتبي من يأتي بصدارة هذا التحدي ليقود هذه الأسماء وهذه الانطلاقة. المركز الثاني القدوم من ميهاب لعلي بن عبد الله بن سيف بن سباع الاكتبي ياتي مع المركز الثاني هنا بشعار بن سباع. اما المركز الثالث وصل هنا في هذه الانطلاقه نادر مع هذه التحديات لمحمد السلطان بن سالم بن سلطان المسافري. اما رابعا من الجانب الاخر هناك تدخل اسم اخر لياتي هنا في هذه الانطلاقه وياتي على مستوى المختبر سعيد بن سيف بن ساري الاكتبي مع المركز الرابع عندما نحو المركز الثالث. اما رابعا تغيرت الامور نادر، محمد السلطان بن سالم بن سلطان المسافر ياتي مع هذه الانطلاقه. اما خامسا قدوم الخوي لمحمد رسيل بن حطم العامري، وصلوا اهالي العين القادمين هناك من المصانع الجنوبيه ايضا. شوف التدخل والوصول، مرحبا يا شعار الشاعر، وصل الوسمي هنا والمملوك للشاعر محمد بن حمد بن فطيس المري القادم بهذه الانطلاقه. ومع سادس المراكز ايضا هناك من الجانب الاخر تدخل اسم اخر ليتقدم هناك بهذه الاندفاع وينطلق نحو المراكز الاولى. هنا الطف حمير بن ناصر بن محمد الحراسي خطير، هذا الشعار بدا يتقدم نحو المراكز الاولى. سداسيه والاروع حاضره بمقدمه هذا الشوط. اما سابع الاسماء الواصل والقادم في هذه الانطلاقه هنا ما في قادم، سهيل بن سالم بن سهيل الخيلي من ياتي مع المركز السابع والثامن من الجانب الاخر. تدخل هناك مهاوش عبد الله بن عوض بن مصبع البلوشي ياتي مع المركز الثامن وتاسعا. شوف القدوم والانضمام في هذه اللحظات هنا متابعونا الاعزاء. هنا نادر محمد سلطان بن سالم بن سلطان المسافري مع تاسع المراكز وعاشرا الوصول من ملفت لمحمد سالم بن علي الخاصوني الاكتبي. هكذا هي النتيجة، هكذا هو التحدي، هكذا هو النداء الأول. الحاضر بهذه الانطلاقة، الحاضر بهذه التحديات، هناك المركز الأول. أعود إلى الصدارة، أعود إلى الانطلاق الجميل، أعود إلى القيادة. شعار الشاعر من يسيطر على قبضة المركز الأول. هنا من يقود الصدارة، الوسمي الوسمي والمملوك لمحمد بن حمد بن فطيس المري شعار محمد. من يقود الصدارة؟ من يقود المركز الأول بهذا الاندفاع الجميل، بهذا الانطلاق المثير؟ المركز الثاني من الجانب الآخر، تدخل الطف في هذه الانطلاقة هنا والمملوك حمير بن ناصر بن محمد الحراسي. من يأتي مع هذه الانطلاقة؟ من يأتي مع المركز الثاني؟ بدأت تتقلص الأمتار، كيلو ونصف ما تبقى عن الناموسي وعن الانتصار. المركز الثالث القادم شاهين حمد بن حمود بن حمد الاكتيب وصل مع هذه الانطلاقه. اما رابع الاسماء شوف الوصول والانضمام هنا من الخوي لمحمد رسيب الحطم العامري حاضرا بهذه الاندفاع. اما خامسا من الجانب الاخر تدخل ما في رسيل بن سالم بن رسيل الخيلي واصل بهذه الانطلاقه هنا مع المركز الخامس. وسادسا وصول مختبر سعيد بن سيف بن سوري الاكتب وصل مع المركز السادس. وراح الكثير، وراح الكثير، وما بقى الا القليل. وهنا بوابة الكيلومتر الاخير، بوابة السرعة والاثارة هنا مع هذه الانطلاقة. هنا دخلنا الغلاف الجوي، الكل
الأخير الكيلو الخطير، جولة الأوامر وجولة التحركات والتكتيكات والإبداعات والمهارات والسرعة الفائقة. حرك يلي متحرك وروح يلي تبي الناموس يلي تبي الانتصار. لا زالت الصدارة هنا متابعون العشاء مع الطف شعار الحراسي. من يقود الصدارة هنا بهذه الانطلاقة الأجمل، هنا بهذا الأداء الجميل؟ تحرك شعار بن فطيس هنا مع هذه الانطلاقة مع الوسمي بهذا الدفاع بهذا الأداء الجميل، والمملوك لمحمد الحمد بن فطيس المري، وأيضا ما في قادم هنا لسهيل بن سالم بن سهيل الخيلي، ولكن الحراسي الحراسي أبناء السلطنة أبناء السلطنة أبناء السلطنة مع الانتصار مع الناموس. غادر بسم الله غادر بهذا الاندفاع بهذا الاداء الجميل. الطف مع المركز الاول، شوف الاندفاع شوف المغادرة بسم الله يا ذكر الله شوف الاداء الجميل شوف الانطلاقة. المغادرة هنا بشعار الحراسي الذي ينفرد هنا بهذه الانطلاقة الاجمل. سلام يا السلطنة سلام سلام الحراسي سلام دهانين وناموس مالك الطف احمير بن ناصر بن محمد الحراسي من انتصر بالتحدي ليخطف المركز الاول. المركز الثاني كان وصول متابعون الاعزاء شعار الخيلي مع ما في السهيل بن سالم بن سهيل الخيلي، وثالثا كان وصول وسيم محمد الحمد الفطيس المري، ورابعا كان وصول الخوي لمحمد السيب الحطم العامري، وخامسا كان وصول شايل حمد بن حمود بن حمد عالف تبي. هكذا هي النتيجة متابعون الأعزاء. أبناء السلطنة حاضرين، والطف من يظفر بهذا الناموس، والتوقيت الزمني مع انطلاقة الحراسي ست دقائق ثمان ثواني ثمان أجزاء من الثانية هو التوقيت اللي تسجل تحت أقدام الطف والمملوك لحمير بن ناصر بن محمد الحراسي. وسلام يا السلطنة سلام وتهانينا والناموس. ابشروا يا اهل الهينا نصايل عزم الايات سمحات القبالي عيد هيات نتعاد الذنايل طفر يشبه ولد الغزالي ليلهن عايس بقراس مدلايل من قبل عصر ابو زيد الهلالي الاحضر بمجموع القبايل ياخذن حقهن اول وتالي جهزوهن لا شوط على وايل وادفعوهن مدام الشوط غالي ما يهم المدال لو كان طايل يكسر انتم لولا الدرب طالي ميلوا عقلكم يا اهل اليمايل ويولوا بكاسكم في الاحتفالي يعل تسقيك الوسطى مخايل دار شيخ الاجود نادر مثالي عادل الكف يوم الوزن مايل شيخنا القاسمي ذرب الخصالي يعل تسقيك الوسطى مخايل دار شيخ الاجود نادر مثالي. ابشروا يا اهل الهينا الاصايل عزم الايات سمحات القباضي عيد هيات نتعاد الذنايل طفر يشبه ولد الغزالي ليلهن عايس بقراس مدلايل من قبل عصر ابو زيد الهلالي الاحضر بمجموع القبايل ياخذن حقهن اول وتالي جهزوهن لا شوط على وايل وادفعوهن مدام الشوط غالي ما يهم المدال لو كان طايل يكسر انتم لولا الدرب طالي ميلوا عقلكم يا اهل اليمان.